السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جيت عاوتاني وجبت لكم الجديد في الطبية. اليوم بغيت نهضر لكم خصيصا على الطبية اللي جاو فيها زواقة واعرين، صراحة جاو فيها زواقة واعرين. المهم نهضر شوية على الماعن، وبغيت نهضر لكم على ليناب. شحال هادي ما درنا لايف على ليناب ديال الطبلة. بزاف الكليان قالوا لي ما بقيتيش كتهضر على ليناب بزاف، كنهضروا على الماعن صراحة أكثر من ليناب. اليوم جيت نهضر معكم على ليناب. أول حاجة لوكاليزاسيون، حنا فين جينا؟ حنا فين جينا؟ حنا في المارشي ديال طارق. المارشي ديال طارق راه هو هذا. أون فاس المواد الغذائية هما هادو، المواد الغذائية والتغذية عامة هما هادو، كيكونوا ثلاثة. هذا هو المارشي ديال طارق هنايا. هادي الدخلة ديال المارشي، كتهبطوا من الفوق، كاينة بحال باش أيور اللي كنهضر لكم عليها ديما، كتهبطوا بحال هكا وكتدوروا عندنا. كاين المارشي ديال طارق هو هذا، كاينين مريض الورقة اللي كنقول لكم، جارنا مولي فاليز هو هذا، والمحل ديالنا راه هو هذا. المحل الوحيد اللي في البرنوسي كيبيع الطابية، عقلوا مزيان، كنبيعوا ليناب وكنبيعوا الطابية ديال الكوزينة، وكنبيعوا الماء، أي حاجة احتاجيتي في الماعن مناسبة، راه جاو أي حاجة غتحتاجيها في رمضان راه عندنا ليها شوار. عندنا ماكن ديال العصير في الاشكال والانواع، ليها شوار حتى هما في الاشكال والانواع. وعندنا طحانات ديال العطريه حتى هما كاع القياسات. وكاينين الماكينات ديال العصير حتى هما، سواء الزاج وبغيتي البلاستيك سواء بغيتي الاينوكس. شوف هاد لا ماشين، هادي شوف هاد الماكينه ديال العصير، حتى هي بحال اللي كتكون في لي ريستو، بحال اللي كتكون في المحلبات. بزاف عندنا اي حاجه احتاجيتي في الماعن. نهضروا على الطابيه. الطابيه كاينه دو بياس، عندنا ديال تركيا كما كتعرفوا، وعندنا ديال مصر. دو بياس ديال تركيا هي هذه، شوفي معايا، كتكون فيها متر و80 على 57، عقلي مزيان على العبار، متر و80 على 57، وعندها بنتها. بالنسبه للثمن، الثمن ديال هذه 150 درهم، 3000 ريال، 150 درهم. عندنا هذه بياسه واحده ديال تركيا، هذه تتصبن، شوفي معايا، هذه خيط اونتيطاش كتصبن وكتدخل لا ماشين، ما كتفرتش ما والو. بالنسبه للثمن ديال هذه 130 درهم، 2600 ريال، 130 درهم. شوفي معايا هذا اللون، هذا شوفي معايا هذا اللون، هذا شحال زوين. شوفي معايا هذه ديال 150 درهم ديال تركيا، حتى هي ما كتفرتش ما والو. شوفي معايا هذا الكري، هذا الثمن ديالها 130 درهم، 2600 ريال. وعندنا هذه ديال مصر، الثمن ديالها 120 درهم، 2400 ريال، 120 درهم. في هاد لا كولور وفي هذا، في هاد اللون هذا، شوفي معايا هادي واعره. هاد الصراحه ديال تركيا حاطين زواقات واعرين ديال تركيا، فيها الوان واعرين، فيها بياسه وحده ولكن راه واعره. كاين هادي ديال تركيا حتى هي دو بياس، شوفي معايا هادي، شوفي معايا هاد الزواقه هادي، شو كي دايره، او خيالي هاد الزواقه هادي، شو شحال زوينه. شوفي معايا هادي زواقه صراحه في الطابيه كلهم واعرين. بالنسبه للاثمنه راه اثمنه مختلفه، عطيتكم عطيتكم اثمنه، كاينين ديال مصر راه كيديروا 130، عندنا ديال تركيا طابيه وحده دايره 130، وعندنا جوج طابيات ديالها الا بغيتيها بالصغيره ديالها، راه الثمن ديالها دير 150 درهم، 3000 ريال. شوفي معايا هاد الزواقه، شوفي صراحه الزواقات كلهم واعرين. شد ليا خالد، صراحه الزواقات كلهم واعرين في الطابيه ديال تركيا. شوفي معايا هاد الزواقه حتى هي كيديره رائعه، شوفي معايا هادي، شوفي زواقتها كيديره، شوفي معايا هادي، تحطيها في الارض تبقى غير تشهاي، تبغي امتى تدخلي للكوزينه ما تعدفيش كوزينتك. شوفي معايا الزواقه، شوفي صراحة زواقات كلهم واعرين. زواقات اللي جاو في تركيا كلهم الاخرين. شوف هذه ديال القهوة، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان ولا لا، اللي كيتفرج في اللايف يقول لي واش كيتبان مزيان، قول لي واش الصورة واضحة، واش الطابية كتبان مزيان. شوفي معايا هذه الزواقة، هذه صراحة زواقات كلهم واعرين في ديال تركيا. بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم السامبل، شوفي معايا هذه الزواقة في السامبل، ما تقدريش تحطها في كولوار، ما تقدريش تحطها في كوزينة، زواقات كلهم رائعين. دور جهة أخرى شوف الزواقات، كاينين زواقات كلهم واعرين، زواقات زوينين. عاونونا بالبارطاج، طلع اللايف، عاونونا بالبارطاج. شوفي معايا، نهضرو شوية على ليناب. ليناب اللي هو ليناب اللي كتستافد من الفوق والتحت،
فيهم برومو خيالي عاوتاني اليوم. ديك الكرة ديال لاناب شوفي معايا تحت هادي في 2.30 هو هادي اللي كنقول لكم ديما كيجي طايح على الطبلة في هاد الشكل هذا. وعندنا لكم الفوقاني اللي هو هذا صراحة ديكور رائع. التحتاني فيه 2.30 والفوقاني فيه 1.50 شوفي معايا ديكور كيدير. بالنسبة للثمن دير 160 درهم، 3200، 160 درهم هاد الزواقة هادي، 3200. عندنا لكم هاد الزواقة هادي شوفي معايا هاد الزواقة هادي 3200، 160 درهم. عندنا هاد الزواقة هادي شوفي معايا هاد الزواقة هادي الثمن ديالها 150 درهم، 3000 ريال، 150 درهم. بالنسبة للعبار هاد التحتاني هذا عقلي معايا مزيان على العبار، هاد التحتاني راه فيه 2.20 متر، 2.20 متر، وهاد الفوقاني هذا راه فيه 1.50 متر، كيجي بحال الديكور هذا في الطبلة دايرة، كيعطي ديكور واعر. شوفي معايا الموديلات ديال 150، عندنا زواقة بزاف، شوفي معايا هاد الموديل هذا. صراحة زواقة فليناب كلهم واعرين. عندنا هذا الموديل هذا دير 170 درهم، 3400، 170 درهم. عندنا هذا الموديل هذا شو زواق شو كيدير هذا دير 180 درهم، 3600 ريال، 180 درهم. عندنا هذا الزواقة هادي ما عرفتش واش كيبان لكم البريون ولا لا، اللي كتفرج قول لي واش كيبان البريون ديال لاناب ولا لا، وتعطينا من اين مدينه كتفرج فينا. شوفي معايا 180 درهم، 3600 ريال، 180 درهم، 3600. شوفي معايا هاد الزواقه سامبل بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم السامبل. شوفي معايا هاد الزواقه سامبل الثمن ديالو 140 درهم، 2800. ما كاين غتكسر الاسعار في ليناب. شوفي معايا هاد اثمنه واعرين في ليناب، جو دو بياس 140 درهم، 2800. شو الزواقه كيديره، الثمن راه لا يصدق، 140 درهم، 2600. شوفي معايا هاد الزواقه 2800، 140 درهم. شوفي معايا هاد الزواقه هادي، شوفي معايا هاد الزواقه هادي الثمن ديالها 170 درهم، 3400 ريال، 170 درهم. شوفي معايا هادي قربها خليت شويه، شوف مع شو زواق شو كيدير، هذا راه كله كيبري، الثمن ديالو 180 درهم، 3600 ريال، 180 درهم. عندنا لكم هذه الزواقة هذه، الثمن ديالها 140 درهم. بالنسبة للعبار كما كنقول لكم ديما التحتاني راه فيه 2.30 متر، والفوقاني فيه 1.50 متر، الثمن ديالها 140 درهم، 2800، 140 درهم. عقلوا معايا الزواقات سكريني عاد تجي عندي سكريني ليا باش ما تقوليش ليا كلشي ب 140 درهم، الثمنه راه مختلفه في ليناب، ماشي كلشي ثمن واحد. شوفي معايا هادي الثمن ديالو 150 درهم، 3000 ريال، 150 درهم لاناب، والسو ديالو الثمن ديالو 150 درهم. شوفي معايا هاد الزواقه هادي 170 درهم، 3400، 170 درهم. بالنسبة للتحتاني راه فيه 2.30 متر، والفوقاني فيه 1.80 متر، الثمن ديالو 170 درهم. شوفي معايا هاد الزواقة هادي بصراحة رائعة وعليها إقبال كبير. هاد الزواقة هادي شد ليا الوسط ديالها خالد، شوف الوسط ديالها كيدير. هادي الثمن ديالها 190 درهم، 3800، 190 درهم، 3800. بالنسبة للناس اللي عندهم مفرشين بالكري شوفي معايا هاد الزواقة في الكري دو بياس الفوق والتحت 150 درهم، 3000 ريال، 150 درهم. وعندنا هاد الزواقة هادي شوفي معايا هاد الزواقة الثمن ديالها 180 درهم، 3600 ريال، 180 درهم. عندنا موديلات ديال العقيق، شوفي معايا الزواقة ديال العقيق، زواقة رائعين في العقيق دو بياس بالنسبة لها هذه في العقيق. شوفي معايا زواقة كبيرة، شوفي معايا هاد الزواقة هادي راه كلها كطيح على الطبلة من الجناب. بالنسبة للوسط شوفي معايا الزواقة ديال الوسط الثمن ديالو 270 درهم، 5400 ريال، 270 درهم. شوفي معايا هاد الزواقة هادي، شوفي معايا هاد الزواقة هادي الثمن ديالو 250 درهم، الفوق والتحت 250 درهم. وعندنا هاد الزواقة هادي
فيها واحد الوريده خارجه بهذا الديكور هذا. شوفي معايا وريده خارجه ديكورها رائعه الزواقه هذه، ديكورها واعر، الثمن ديالها 270 درهم، 5400 ريال الفوق والتحت، راه ماشي بياسه واحده، لا ناب والسوناب ديالو. وكاينه هاد الزواقه هذه اللي الفوق والتحت الثمن ديالها 270 درهم. هاد الموديلات اللي وريتكم كاملين ديال لي ناب راه فيهم الفوق والتحت لا ناب والسوناب ديالو. بالنسبه للناس اللي بغاو لي زاكسيسوار ديالهم بحال لي سوندري، بحال لي كوان، بحال لي شومان دو طابل، بحال التحتاني بلا سيرفييت، راه كلهم فيهم اونسومبل كامل. الا كنتي بغيتي الاونسومبل ديال اي حاجه في هاد لي ناب اللي سرحت لكم، وهادو وريتكم انا غير شويه من بزاف، اما راه كاينين عندنا بزاف الموديلات. بالنسبه للناس اللي غيجيو عندنا غنعاودو نوريوهم الموديلات كاملين، وغنعاودو نعطيوهم الاثمنه ديال لي ناب الاخرين. نهضر لكم شويه على الناب ديال الجلد. شوفي معايا الناب ديال الجلد اللي درنا فيه ثمن واعر، ناب ديال الجلد. شوفي معايا زواق، شوفي كبيره ناب ديال الجلد. بزاف الناس جاو استافدوا من البرومو ديال ناب ديال الجلد اللي كنا كنبيعوا فيه ب 220 250، غتلقاه في اي بلاصه ب 250 ب 230، حنا غنديروا ليه اليوم 190 درهم، 3800. كنعتذروا للناس اللي جاو خداوه في البرومو الاول ب 210 ب 200 درهم. البرومو ديال 190 درهم غيبقى من اليوم حتى نهار الاربعاء. 190 درهم غتجي تستافدي من ناب بريميان، كيدخل لا ماشين كيتصبن، كيدخل لا ماشين كيتصبن في لا ماشين وكيتمسح بجافيل، ما كيوقع عليه والو. بالنسبه للزواقات عندنا زواقات واعرين في الناب ديال الجلد. شوفي معايا هاد الكري كيدير، شوفي معايا الزواق شو كيدير هاد الكري هذا، شوفي معايا الكرونه، شوفي معايا الكرونه كيدير. هذا راه فيه متر وربعين على متر وربعين، طبله كبيره ماشي طبله صغيره. شوفي معايا الزواقه كبيره صراحه، فيه زواقات واعرين الناب ديال الجلد، فيه زواقات زوينين ومازال غيجيو فيه زواقات، كتكون فيه فوق 100 زواقه على الاشكال والانواع. بالنسبه للعبار راه عبار كبير، فيه متر وربعين على متر وربعين باش غتغطي الطبله كامله، ما كتغطيش غير شويه، كتغطي الطبله كامله. بالنسبه للزواقات عندنا بزاف الزواقات، شوفي معايا هاد الزواقه ديال العرشه، شو ديكوها كيدير، فيه شوشات من الجناب، شوفي معايا لي ديطاي، شوفي الخدمه ديالو كيديره، خدمه واعره ماشي شي حاجه عاديه، فيه ثمن رائع. اللي كتفرج في اللايف بارطاجي معنا اللايف. شوفي معايا الزواقه كيديره. بالنسبه للزواقات كنوريكم غير شويه من بزاف، عندنا فيه بزاف الزواقات، جيو استافدوا معانا من الناب ديال الكوير. جبنا لكم واحد السطل واعر، واحد سطل هذا سطل ديال الجفاف، فيه خمسه ديال الجفاف ديالو، كيعطوك خمسه جفاف كراتوي بهاد الطريقه هادي، عاطينك خمسه ديال الجفاف ديالو، كيلصقو هنايا. بالنسبه للعصير راه كتخشي اون فوا تتخشي في سميتو، كتعصر بحال هاد الطريقه هادي، وفيه ثمن واعر هاد الشفافات. هذا الشفاف كلشي تيفيه في 100، كلشي كيبيع فيه ب 200 250، اليوم غنديروا ليه ثمن رائع، الثمن ديالو 140 درهم، 2800 ريال. غتجي تستافدي معنا من الشفاف سطل وخمسه ديال الشفايف ديالو، سطل بخمسه ديال الشفايف ديالو. شو ديكورو كيدير، وعندو واحد البوشونه كتخشى هنايا ملي كيتخوى الماء. سطل 140 درهم، 2800 ريال. برومو كاين حتى في لي بانيني، عندنا هاد بانيني برومو فيها ثمن واعر. هاد البانيني هادي جي استافدي من برومو ديال هاد البانيني هادي، شوفي معايا هادي راه بانيني غرانيت ماشي عاديه، هادي فين ما مشيتي غتاخديها ب 250 حتى 300 درهم. اليوم ايوب داير ليها 190 درهم، 3800. اللي وصل اللايف يبارطاجي مع الناس اللي كيعرف، كنذكر بلوكاليزاسيون، حنا راه جينا في المارشي ديال طارق رقم المحل 38 اونفاس مع المواد الغذائيه اللي هما هادو. المحل الوحيد اللي في البرنوسي كيبيع الطابيه وكيبيع لي ناب وكيبيع الماعن. اللي وصلوا اللايف يبارطاجي مع الناس اللي كيعرف، عطاونا شويه القلوبه. اللي بغى يعرف الفيديوهات اكثر يدير المنتوجات الرفيعه ايوب الهمزه، غطلع لكم لاشين يوتيوب ديالنا، تابوناو عندنا
مرحبا بكم، يستافدوا من هذه البرمه ديال السيترو، فيها ثمن رائع، الثمن ديالها 200 درهم 4000 ريال، الكيسان الثمن ديالهم 60 درهم 1200 ريال. اللي بغات تشدي كادو، شوفي معايا كادو كيدير، كادو واعر، غتمشي تاخذيه في اي بلاصه ب 4000 5000 ريال، دير 110 درهم 2200. شوفي معايا كادو خطير ب 110 درهم. مرحبا بكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، سلعه جديده، اي حاجه احتاجيتيها في المهن جي عندي.